أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أفضنا من عرفات إلى مزدلفة وعلقنا بالزحام بين أفضنا من عرفات إلى مزدلفة وعلقنا بالزحام بين عرفات ومزدلفة ومررنا بالمزدلفة حتى وصلنا إلى منى الفجر ولم نصلي المغرب والعشاء إلا في منى بعد الفجر. هذا غلط، هذا غلط. كان الواجب عليكم وقفتم على ناحية من الطريق وصليتم قبل أن يخرج الوقت، ما تأخرون عن آخر وقت العشاء، يعني تطلعون بالسيارة على ناحية الطريق وتصلون. نعم.